بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، صدق الله العظيم. خرجت اليوم مظاهرة باسم الجماهير الصحراوية لتعبر عن انتعاضها واستنكارها للخطط التي تضعها الدولة المغربية عبر حدم الصحراويين عن خروجهم وتعبيرهم عن مطالبهم بحق تقرير مصيرهم واستنزاف خيراتهم. لكن اليوم نوع من التحدي تصنع الجماهير الصحراوي مرة أخرى، حيث هبت العديد من الجماهير في شارع سمارة لتقول للدولة المغربية مرة أخرى: نحن أمامكم، لن نتخلى عن مطلبنا الحقيقي ألا هو حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، ولن نتخلى عن أبنائنا الذين تركتموهم في السجون. نحن مع كل سجين حتى يخرج من السجن، وإحنا نحن مع كل مختطف حتى يظهر للعنى ويظهر إلى أهله. لكن اليوم نقول للدولة المغربية على أن تحالفك مع إسرائيل والدول الغربية من أجل حجم كل هذه الاتفاقيات فإن الشعب الصحراوي لن يركع. ونقول اليوم بأننا ما زلنا على عهد الشهداء وسنظل صامدين غير مستصغرين، نكافح ونناضل من أجل إطلاق جميع السجناء السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم سجناء مجموعة قديميزي التي نحن اليوم في صدد مع أبائهم وأمهاتهم، نطالب مرة أخرى من أجل إطلاق سراحهم جميعا بدون قيد أو شرط. ومرة أخرى تحية للمرأة الصحراوية التي أبت اليوم لأن تعبر للدولة المغربية على أنها حاضرة في كل محطات وفي كل زمان ومكان. ودمتم، وتحية إلى كل ضمير حي يقف إلى جانب الشعب الصحراوي.